الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا متابعي سناب شات بنية ملك فهد الطبية، دكتور محمد عالشيف استشاري أمراض الباطنة وتخثر الدم. سأتحدث اليوم عن الموضوع مهم وهو الإقلاع عن التدخين في شهر رمضان. شهر رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين، فالمدخن مؤهل بدنيا وروحيا للإقلاع عن التدخين. فمن الناحية البدنية فالمدخن أبعد عن التدخين لساعات طويلة لتصل إلى 16 ساعة أثناء النوم. ومن ناحية الروحية فالمدخن يقضي باقي 8 ساعات من الليل في أداء العبادات والطاعات، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. حقيقة شهر رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين والاستمرار في الامتناع عن التدخين، خاصة بعد شهر رمضان، والاستمرار بحياة هانئة بدون تدخين، ويكون له العيد عيدين، عيد الفطر وعيد الإقلاع عن التدخين. وتزامن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين مع شهر رمضان 31 مايو الموافق 5 رمضان، وهذا يعطي أهمية، حيث صدرت إحصائيات حديثة من منظمة الصحة العالمية في شهر رمضان حول آفة التدخين. مثلت ناقوس الخطر وأرقام مخيفة وصادمة، 7 مليون يتوفون سنويا بسبب التدخين، حيث يتوقع ارتفاع العدد إلى 10 مليون يتوفون سنويا بحلول عام 2020، بمعدل وفاة كل 5 إلى 6 ثواني بسبب التدخين، إما تدخين مباشر أو تدخين الغير مباشر. إذا شرحنا 7 مليون وفيات، 6 مليون يتوفون بسبب التدخين المباشر، ومليون بسبب التدخين الغير مباشر أو السلبي، ومعظمهم من الأطفال. فهو المسبب الأول للوفيات عالميا، أكثر من الضغط، أكثر من نقص المناعة المكتسبة وحوادث السيارات، وأكثر من حوادث الإجرام وضحايا الحروب، ومن بين كل 10 وفيات واحدة بسبب التدخين. أما عن أضرار التدخين فحدث ولا حرج، فلا يوجد أي مرض إلا والتدخين له سبب مباشر أو غير مباشر. سنتحدث الآن عن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مهمة جدا. من ضمنها وأهمها رفع الضرائب على الشركات المستوردة للتبغ ورفع أسعار التبغ بجميع مشتقاته، حيث تم رفع سعر علبة السجائر بنسبة 100% أو بنسبة الضعف، وهذا له دلالات كثيرة. فالدراسات الطبية بيّنت أن رفع أسعار التبغ بنسبة 10% يؤدي إلى انخفاض أو إقلاع عن التدخين بنسبة 4%. فإذا تم رفع سعر التبغ بنسبة 100% فالمتوقع انخفاض استخدامه بنسبة 40%، فهذا المتوقع. إقلاع عن التدخين خطة علاجية وليست خطوة واحدة، فهو يتضمن أولا الإرادة القوية والرغبة والعزيمة والمشورة الطبية والعلاج الدوائي والعلاج اللادوائي أو السلوكي والمتابعة بعد الإقلاع عن التدخين. فأنت ليس وحدك، فهناك عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لوزارة الصحة المنتشرة في جميع مناطق المملكة. والسلام عليكم ورحمة الله.